تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج تفتح الهيئة أبوابها لاستقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم وأيضا يعني كل رأي ممكن أن يساند أو يساهم في تطوير هذا القطاع عن طريق يعني ممكن يكون في مقترح بسيط تقدر أنك أنت تبعثه لنا، وتقدر أنك أنت تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تطوير هذا القطاع الصحي الطبي المهم سواء في إمارة دبي أو في دولة الإمارات بشكل عام. عموما أرقام التواصل معنا مستمعين الكرام 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي التنسيق معنا الأخ فيصل بن فارس، وأيضا في الإخراج المبدع دائما محمد الصفار. صباح الخير. نبدأ حلقتنا بمجموعة من أهم الأخبار اللي يعني وردتنا في الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. أول أخبارنا، صحة دبي تراقب الموانئ البحرية لمنع دخول الأمراض المعدية. قام فريق من قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي برئاسة الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بزيارة تفقدية إلى مكتب صحة الموانئ البحرية بميناء راشد للاطلاع على سير وآلية العمل والجهود التي يقوم بها المكتب لمنع دخول الأمراض المعدية عبر المنافذ البحرية. واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح من الدكتور ناهد جعفر اليوسف مدير مركز الخدمات الوقائية بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية في الهيئة حول المهام التي يقوم بها مكتب خدمة صحة الموانئ البحرية والمتمثلة في تطبيق الأنظمة والقوانين المحلية والدولية الخاصة بصحة الموانئ، القيام بفحص السفن القادمة إلى موانئ دبي، وإصدار شهادة براءة الحجر الصحي، والاستجابة السريعة لحالات الأوبئة والكوارث الصحية ومنع انتشارها بين ركاب السفينة ومنع انتقالها إلى مدينة دبي. وقالت الدكتورة اليوسف إن مكتب صحة الموانئ البحرية قام بتفتيش 21,064 سفينة في موانئ راشد وجبل علي والحمرية منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي، ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة للوقاية من دخول أو خروج الأمراض المعدية التي تشكل خطرا على الصحة العامة. وأوضحت أن عدد السفن التي تم تفتيشها من قبل مفتشي الصحة عام 2011 بلغ 3898 سفينة، بينما وصل عدد السفن التي تم تفتيشها العام الماضي 4395 سفينة. أتمنى لهم التوفيق، جهود مثمنها حقيقة في الحفاظ على الأمن الصحي لإمارة دبي. في خبر ثاني يقول دراسة طبية، نصف مليار صيني يعانون قصر النظر. دراسة طبية فادت أن نحو 450 مليون صيني مصابون بقصر النظر، محذرة من تضاعف هذا الرقم مستقبلا. ويرى مختصون أن الظاهرة تعود إلى تزايد الأعباء الدراسية الملقاة على عاتق الطلبة وانتشار الأجهزة الإلكترونية في الصين. وجاء في دراسة أعدها مركز دراسات تابع لجامعة بكين أن هذا العدد سيتضاعف خلال السنوات المقبلة، بحيث سيعاني ثلثا الصينيين تقريبا مشاكل بصرية. ويعزو مختصون هذه الظاهرة يعني مثل ما قلنا إلى الأعباء الدراسية الكبيرة وإلى
الأجهزة الإلكترونية وقراءة المناهج المقررة المطبوعة بالرموز الصينية المعقدة، ولا سيما في ظل انفتاح الصين على العالم خلال العقود الأخيرة وتزايد نهم الصينيين للقراءة والمعرفة. ولا يقتصر الأمر على زيادة أعداد الصينيين المصابين بقصر النظر، حيث ارتفعت أيضا حدة الأخطاء الانكسارية في عدسات عيونهم، الأمر الذي يعزو أخصائيو العيون إلى التغيير في نمط الحياة، وخصوصا انتشار مثل ما قلنا الأجهزة الإلكترونية والحاسوب. نتصور مو بس الصينيين، يمكن الصينيين شوي عيونهم أضيج من عيوننا، فهم يعني يتأثرون بسرعة، لكن أنا أعتقد نمط الحياة الجديد يعني أثر على الكل، ما حتى صفار لابس نظارة بعد. صفار أنت عندك قصر نظر ولا بعد نظر؟ ما تشوف البعيد ها؟ يا يلا إن شاء الله يا رب سوي ليزر وتشوف الأمور طيبة. النظارة أحسن، زين تم النظارة أحسن. طيب، باحثون يطورون علاج للمصابين بمرض الزهايمر. نجح باحثون أمريكيون وسويسريون في تطوير علاج يخفض منسوب البروتين الضار في مخ المصابين بمرض الزهايمر. فهل هو اختراق حقيقي في مجال العلاج سيمكن من التوصل إلى علاج شافي لهذا المرض؟ علاج جديد لمرض الزهايمر قد يداعب أوتار الأمل في قلوب المصابين به، أو بالأحرى في قلوب من يتولون علاجهم. فالعلاج الجديد قادر على خفض منسوب البروتين الضار البروتين الضار المخزون في أدمغة المرضى، ونتيجة هذا الخفض تتباطأ سرعة انهيار قدرات المخ على العمل، وهذا سر نجاح العلاج. كما كشف علماء أمريكيون وباحثون سويسريون في دراسة نشروها بصحيفة نيتشر العلمية. الدراسة التي شملت 165 مصابا بمرض الزهايمر جرت على مجموعتي مصابين. الأولى كانت مجموعة تلقت علاجا وهميا على سبيل التجريب، والثانية جرى علاجها لمدة شهر بالمضاد الحيوي أدوكانوماب الذي يهاجم بروتينات الزهايمر في المخ ويضعف من قدرتها. على طار الزهايمر، نحن بعد الفاصل إن شاء الله عندنا ما نتكلم عن الاكتئاب عند كبار السن والخرف والزهايمر مع الدكتور أحمد الفول أخصائي طب وصحة المسنين ومكافحة الشيخوخة في هيئة الصحة بدبي. يعني حلقتنا اليوم إن شاء الله فيها معلومات مهمة اللي حاب يستفيد منها، سواء عنده أحد من كبار السن موجود عنده في البيت، ممكن يحاول يفهم الطبيعة اللي ممكن تخلينا نحن كيف نتواصل مع هذه الفئة، وأيضا آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال. فبعد الفاصل إن شاء الله بنستقبل اتصالاتكم على الأرقام 600-55-14-14 وعن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. فاصل وبعدها ما أرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعينا على 4006 للرسائل النصية و 600-55-14-14 للاتصال معنا. موضوعنا اليوم قلنا ما نتكلم مستمعينا مع الدكتور أحمد الفول أخصائي طب وصحة المسنين ومكافحة الشيخوخة عن يعني مرضين مهمين نشوفهم دائما في كبار السن اللي هم يعني الاكتئاب والخرف مثل الزهايمر. فأعراض ومخاطر هذا المرض، وأيضا كيف يمكن للأهل أنهم يساهموا في يعني علاج هذا المرض إن كان له علاج. كل هذه المواضيع ما نتعرف عليها مع الدكتور أحمد. لكن دكتور ما نبتدي معك، أول شيء صباحك الله بالخير، وما نبتدي معك دكتور بالحديث عن دائما يعني نشوف يعني عند الشباب في مواضيع انه يحس باكتئاب، او اول ما تجي اعراض الاكتئاب يروح عند طبيب نفساني.
ما جد سمعنا واحد من كبار السن راح الطبيب نفساني. بالفعل الشاب لما بيصاب بالاكتئاب هو بيبقى عارف ان هو مكتئب وهو اللي بيسعى وبيروح بنفسه للطبيب النفسي. كبير السن ما بيبقاش عارف ان هو مكتئب. ليه؟ لان هو بيعتبر ان الحالة النفسية اللي هو فيها مناسبة لسنه. واللي حاوله اللي حواليه في الأسرة بيعتبروا ان ده شيء طبيعي ان هو يبقى كسول او مرهق او متضايق او مش نشيط وهكذا. فهو نفسه ما بيعتبرش القصة، ولا الأهل بيعتبروا ان ده مرض، ولا الدكتور كمان اللي بيعالجه لو هو مش فاهم. هذا الدكتور ذكرتني انت بنكتة، يعني كان مزحة كانوا يبعثولنا اياها، فيقولون يعني اول 50 سنة في حياتك هي المتعبة، لكن بعد 50 زين بتصير يعني مهامك الوظيفية كلها انك تشرب شاي وتنام بعد العصر وتطفي الليت. بس هذه هي المهام اللي عندك. يبقى كده انت مكتئب. اي بالضبط. فلذلك محدش بيدرك ان المسن مكتئب، لانه كل الناس بتعتبر ان ده شيء طبيعي، خصوصا لو كان مريض. صحيح. يعني لو هو مثلا بعد شهر جاله مثلا جلطة وعملت له ضعف في ناحية من جسمه، شيء طبيعي انه ما يتحركش. صحيح. شيء طبيعي انه ما يتفعلش، ما يطلعش من البيت. صحيح. فبيعتبروا ان ده بالنسبه له طبيعي، حتى الدكتور لو هو مش متخصص هيعتبرها ان ده شيء طبيعي. دي المشكله. لذلك احنا في تشخيص الاكتئاب في كبار السن لا نعتمد على ما يقوله المريض او على شكوى المريض، احنا بنعتمد على الملاحظه. الهيئات العلميه عارفه القصه دي وتداركت، والتوصيات العلميه ان المسن لا يشخص باللي هو بيقوله، بيشخص بملاحظة الأهل، وبالتالي على الطبيب أن يسأل الأهل المرافقين للمريض عن أعراض الاكتئاب. وساعات لما تسأل المسن عن أعراض الاكتئاب يرفض، يجاوب بالنفي أنها مش موجودة، لكن اللي حواليه ملاحظين أنها موجودة. فإحنا بنعتمد في التشخيص على ملاحظة الأهل. تمام؟ أوكي ممتاز. طيب الآن إذا ما متكلم عن يعني بعض الأعراض والمظاهر دكتور بشكل مفصل، وأيضا هل هي تفرق يعني ما بين كبار السن وصغار السن على ضوء الكلام اللي أنت ذكرته من شوية، وأيضا دكتور إذا في أشياء ثانية يا ترى إن واحد ممكن يقول إن هني في شوية فرق ما بين هذه الأعراض ممكن تطلع على كبير السن بشكل وعلى الشاب أو صغار السن بشكل آخر. تمام. احنا في الكبار عشان نسهل الموضوع، الاكتئاب بيجي تقريبا في 7 أشكال مختلفة في الكبار. 7 أشكال؟ يعني بتعرف عليه من خلال 7 أشكال مختلفة. خلينا نفترض ان انا عندي 7 أشخاص مكتئبين، وكل واحد منهم له شكوى مختلفة عن التاني، سواء هو اشتكى او بملاحظة الاهل. خلينا نقول ان اهم حاجة ان من اعراض اهم عرض من اعراض الاكتئاب في كبار السن هو عدم القدرة على النوم بالليل، ان هو ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويصحى، او عدد ساعات النوم تكون قليلة، او يجد صعوبة في ان هو ينام او يصحى بدري. هذه دكتور يعني نحن نعرف انها طبيعية، ان الواحد كل ما يكبر في السن تقل ساعات نومه. بالضبط. بس لو هي مزعجة لدرجة ان هو بيعرفش ينام نوم متواصل، بس بشرط انه ما يكونش سببها سبب عضوي. يعني في ناس عندها مثلا بيقوم يدخل الحمام عشان عنده البروستاتا متضخمة. صحيح. كل ساعة مثلا. أوكي. او عنده صعوبة في التنفس فبيصحى من نفسه، او عنده حموضة فالحموضة بتخليه يصحى كل شوية. لو ما فيش اي سبب عضوي وان هو بس عدم قدرته على النوم بالليل، القلق غالبا بيكون ده احد الصور اللي بتجيلنا ان تقول لنا خلي بالكو انا مكتئب. طيب احنا بنعمل ايه لما يقول لنا خلي بالكو انا مكتئب؟ بندور على الاعراض التانية اللي فيه، وهنقولها بعد شوية. أوكي. ده اول صورة للمرض. الصورة التانية الحزن. لما يكون المريض المسن عنده حزن واسأله عن مزاجه ما بيقرش ان هو حزين. أوكي. لا يعترف ان هو حزين، لان احنا اتفقنا ان هو قد يكون بيعتبرها عيب ان انا اقول ان انا حزين، او ان هو بيشايف ان الـ الاحساس الوجداني بتاعه مناسب للحالة اللي هو فيها فبينكر الموضوع.
احنا بنعرفها ازاي؟ بنسأل الاهل او بنشوف المريض في المستشفى. بنسأل الاهل هل انت ملاحظة او الابن يعني هل هو ملاحظ او البنت ملاحظة ان باباها او امها حزينة عن زمان؟ وزمان دي يعني مش الشهر اللي فات ولا الاسبوع اللي فات، زمان يعني من مقارنة بخمس ست سبع عشر سنين فاتوا. اذا قالوا بنسأل على الدليل، ايه دليل ان هو حزين؟ تقول لك مثلا بيبكي كتير عن زمان عن الاول، يعني وشه حزين. ممتاز، الحزن والبكاء يعني هذا واحد من الاعراض. تمام، يبقى احنا قلنا قلة النوم بالليل، قلة النوم في الليل. ايوه، المنظر الثاني انه بيجي الحزن والبكاء. تمام، المنظر الثالث ان الانسان يبقى عدواني، بمعنى انه ممكن يبقى سهل الاستفزاز، يعني عصبي. عصبي أيه. ممكن يشتم وممكن يضرب ويؤذي. والله هذا عادي يعني. لو مسن كان بطبيعته هادي ويعني والله بشرك دكتور نحن ما عندنا كلهم عصبيين ما شاء الله. لا، هي بتبقى عدوانية وعدوانية غير مبررة. صحيح. اوكي، والعدوانية دي بتبقى واضحة. انا هضرب لك مثلا، يعني كنا في المرور في المستشفى، ففي مريضة مسنة ما كانش تبع القسم عندنا يعني، فالممرضة بتديها كوباية الشاي، فراحت رمية كوباية شاي في وشها. ده تصرف غير مبرر. صحيح، عدواني. فانا رحت طلبت من التيم الاخر، قلت لهم انا عايز اشوف البيشنت دي، لقيتها مكتوب لها ادوية للألزهايمر على ان هي عندها ألزهايمر، وبينما العرض ده عرض انسان مكتئب. فاحيانا بيبقى فيه خلط شوية بين الاثنين. يعني احنا ما ندخل في التفاصيل من الحلقة دكتور على موضوع ان شو الفرق ما بين الاكتئاب والزهايمر. تمام. طيب، إذن العصبية والعدوانية هو الشعور الثالث. أيوة، الماسك العرض الثالث. تمام. الماسك الرابع أن المريض يفقد شهيته للطعام. أن هو ويفقد الوزن. طبيعة الحال مكتئب ما لنفسه يأكل. تمام. في كبار السن بقى دي كارثية. ليه؟ لأنه بيفقد الشهية للطعام تماما، ويفقد وزن، لدرجة أنه يضعف وما بيبقاش قادر يقوم من السرير. أيوة، والعظام. أوكي. شوية بعد صعبة تكون في الحركة. طالما المريض بدأ يستسلم للرقاد في السرير يبدأ جسمه يضعف. صحيح. علميا المريض بيفقد 5% من قدرته العضلية وقوة عضلاته وحجمها كل يوم من النوم في السرير. يعني لو قعد أسبوعين نايم في السرير ما يقدرش يمشي بعد كده. يعني هذا يؤدي إلى التراجع الحركي وهو العرض الخامس. أوكي. ال 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 التراجع الحركي معناه انه يمشي ببطء ويفكر ببطء، لما اساله اسئله ما يردش عليا بسرعه، ياخد وقت طويل على ما يرد عليا. اوكي، فتحس ان هو كانه ما سمعكش او مش عايز يرد عليك. صحيح. اوكي، وده المنظر الخامس. بعض الناس بتشتكي بالنسيان. ان هو هو نفسه ذاكرته ضعيفه. انا بنسى بنسى، بصلي وانسى، بحط مفاتيحي في كذا وانسى. هذا مو من اعراض الزهايمر بعد؟ لا، لو المريض بيشتكي يبقى مش الزهايمر. مش الزهايمر. لكن أوكي. لو اللي حواليه لاحظوا انه بيشتكي تبقى هي بيبقى الزهايمر، او يعني ناحيه الزهايمر. اي صح. فاحد المظاهر اللي بتيجي بيها اللي بيجي بيها الاكتئاب ان المريض يكون بينسى. صحيح. تمام. صحيح. اخر حاجه، او يعني في مظاهر ثانيه، واحد يكون عنده احساس بالذنب دايما. عنده احساس بالذنب، يعني مثلا هضرب لك مثال بسيط كده. كيف يعني؟ هقول لحضرتك. في مريض قال لنا ان هو عنده احساس بالذنب لانه كان راجل مطافي، راجل اطفاء. فابنه حب المهنه من ابوه، لان كان ابوه يجي يقول له احنا عملنا وسوينا، فالولد عاشق الايه، فاشتغل زي والده بقى زي باباه. فللأسف مرة الولد ده تعرض لحريق وتوفى. فالأب حس بالذنب ان هو السبب في ان ابنه توفى. اوكي. تمام؟ وفي امثلة من كده كتير. طبعا بعد العلاج هو نسي الموضوع خلاص، بدأ يشيل من دماغه حتة ان هو السبب. ده احد الصور الاخرى، ده نادرا ما بيحصل كمظهر من مظاهر الاكتئاب في كبار السن. واضح. تمام؟ اذا دكتور بس نمشي على المظاهر بشكل سريع، الحزن والبكاء، فقدان الشهية ونقص الوزن، العصبية والعدوانية، التراجع الحركي والذهني، زين، والشكوى من النسيان والذاكرة، الشعور بالذنب قلنا. الشعور بالذنب بس هو غير شائع في كبار، اكثر في الصغار. في الصغار. في اشياء ما ذكرناها من الاعراض. نعم، في الرغبة في الموت، ودي بنحدد بيها خطورة
الاكتئاب الانتحار، يعني الرغبة إنه في الانتحار أنه خلاص حياته، رغبة في الموت أو أن محاولة أن هو ينتحر. دكتور دي بقى المرحلة الثانية الأخيرة. أيوه. أنه ينتحر. أوكي. فإحنا بنسأل المريض بعض الأسئلة زي ما بقول له إيه رأيك، الحياة بالنسبة لك أحسن ولا الموت أحسن؟ أيوه. هقول لك الإجابات اللي سمعتها من الناس اللي عندهم اكتئاب شديد. هذا السريع قبل الفاصل دكتور. حاضر. يعني واحد قال لي قص راسي وعجها في الزبالة. لحو. واحد قال لي إذا الموت بيدك خلصني. واحد قال لي إذا اعطيني الإبرة ما الموت. فدي معناها أنه واصل لمرحلة شديدة، لو مش مسلم كان انتحر. لحو. ده باختصار دي الأوجه اللي بتجيلنا بيها الاكتئاب. هذه دائما دكتور نحن نشوف لما الواحد يكون في اكتئاب يحاول أنه يعزل نفسه بعد. تمام. يعني هذا حتى مو في كبار السن، يمكن حتى الواحد اللي هذا يحاول أنه يعزل نفسه عن الناس، أنه خلاص أنا خلوني بروحي. برافو عليك. أيوة. العزلة إحنا بنسأل آخر مرة بابا أو ماما كانوا بيطلعوا من البيت إمتى؟ وإيه السبب اللي خلاهم ما يطلعوش؟ وأحيانا كتير بيكون العزلة هي الوجه اللي جاي لنا بيه المريض، وجه الاكتئاب اللي جاي، لأن زي ما قلت لحضرتك الاكتئاب له أوجه متعددة. صحيح. لو أنا مش عارفها كلها مش هعرف شخص الاكتئاب. صحيح. لازم حاجة تلفت نظري بالذات في كبار السن. لو في صغار السن الموضوع سهل لأنه بيجي يقول أنا مكتئب، فالدكتور برضو بيسأله بيقول له هل شهيتك الأكل أخبارها إيه، بتنام صحيح. كويس ولا ما بتنامش، هل أنت في عنف، هل في تراجع، هل بتفكر في الموت، بيسأل نفس الأسئلة. بس المشكلة هنا أن الصغير بيجي يقول أنا مكتئب، الكبير ما بيقولش. طيب هذا الاكتئاب دكتور يعني هل أنتوا اللي تعالجونه ولا هو طبيب نفسي المفروض يعالج الموضوع؟ تمام. إحنا تخصص طب كبار السن بيعالج كل حاجة في المسن، حتى أمراض القلب، حتى أمراض والعظام والكلى، كل ما والجلد. ممتاز. في أشياء بتبقى محتاجة متخصص، مثلا لو واحد جاله جلطة في القلب ومحتاج قسطرة، دكتور المسنين مش هيعمل له قسطرة، بيحوله لدكتور القلب علشان يجرح نفسه. يعني الحاجة التكنيكال بنحولها للدكتور المتخصص. واحد عنده مثلا التهاب رئوي احنا بنعالجه، لكن لو عنده درن او سل بيتدخل دكتور الصدر. اوكي. لكن احنا كل الاشياء المتعلقة بكبار السن حتى النفسية والعصبية احنا اللي مسؤولين عنها. ممتاز. دكتور انا بستكمل معاك الحديث ان شاء الله، لكن مضطر اني انا اخذ مع فاصل قصير. مستمعينا الكرام اللي حاب يتداخل معانا عبر الاتصال على الرقم 600551414، المجال مفتوح قدامكم للمداخلات، وأيضا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. في هذا الجزء سوف نخصص يعني المجال لاستقبال اتصالاتكم وأيضا أسئلتكم عبر الرسائل النصية على الرقم 4006، وللمكالمات على 600551414. أتمنى يعني المكالمات ما تيني على آخر البرنامج لأنه ما بقدر أخذها. مستمرين مع ضيفنا في الاستوديو دكتور أحمد الفول، أخصائي طب وصحة المسنين ومكافحة الشيخوخة. دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن الاكتئاب، وتحدثنا عن بعض الأوجه والصور التي يأتي فيها الاكتئاب، ولكن يعني قبل أنتقل للموضوع الآخر وهو الزهايمر، أبغي بس أعرج على أنواع الاكتئاب اللي قد تصيب كبار السن بشكل عام، وأيضا بعض الأمور التي يجب على الأهل أن ينتبهوا لها بشكل سريع دكتور في حال عدم يعني معرفتهم ما الذي يجري مع كبير السن. تمام. هو الاكتئاب في كبار السن، بس عشان خوف الناس شوية، مرض قاتل للكبار. لأن لو تخيلت أن المسن بدأ يدخل في عزلة وما يقدرش يقوم من السرير، معناها أنه في خلال أسبوعين مش هيقدر يقوم من السرير نهائي. طيب. وتبدأ بقى تجيله قرح الفراش والالتهابات البول والتهاب. هذا خوفناه. طيب شو كيف ممكن نحن نسعدهم الحين؟ جميل. أي. إذا حد عنده أي عرض من الأعراض اللي ذكرناها، المفروض أنه هو بيروح لطبيب المسنين مش طبيب الأمراض النفسية. وبياخد العلاج. هنا النقطة في العلاج مهمة جدا. مجرد ما الدكتور بيكتب علاج المسن للاكتئاب المفروض يمشي عليه طول عمره. مش بياخده زي الصغيرين لمدة سنة أو 3 سنين ويوقف. بيمشي عليه طول عمره. ليه؟ لأن الانتكاسة علاجها صعب. ثانيا علاج الاكتئاب بيرجع المسن نقدر نقول شباب تاني، حيوية،
الدافعية بتاعته والحماس للحياة بيتزوج مشكلة. من شروط تشخيص الاكتئاب مش بس الأعراض، لازم الأعراض تكون مؤثرة على حياته، وهنا نقطة مهمة جدا. يعني تخيل لو زوج أو زوجة عندها اكتئاب وانفعالية هتتطلق، لأنها ما بتقدرش تسيطر على الانفعال. صحيح. عنيفة مع زوجها، ودايما العنف بيكون ناحية المقربين في الاكتئاب. صحيح. فياما أنا يعني نفسي الناس المطلقين يعملوا لهم اختبار الاكتئاب قبل ما ينفذوا الطلاق. يعني ممكن الناس كتير جدا ما تطلقش، بيبقى واحد من الزوجين مكتئب. والله هذا اقتراح جميل، منخفف على الأقل، وخصوصا لو كان في عدوانية. يعني لو الزوج بيضرب أو الزوجة بتأذي، احتمال كبير جدا أن يكون الاكتئاب هو اللي داخل، ولو تعالجت الموضوع ينتهي وما يتطلقوش. شوف لدرجة إيه الخطورة، غير تأثيره بقى على الأولاد وهكذا. طيب في سؤال يقول دكتور، لماذا تزيد حدة النسيان وخلل في التذكر عند الأرق والضيق بشكل أكبر؟ تمام. أشكر استمرارية برنامجكم القيم. هذه أم طلال الأميري. تمام. الاكتئاب يؤثر على التركيز، والتركيز لو أنا بعمل أي حاجة مثلا، أو بحط مثلا المفاتيح بتاعتي على المكتب وأنا بحط المفاتيح مركزتش أنا بحط المفاتيح فين، مش هتتسجل في الذاكرة، وهقعد أدور على المفاتيح بتاعتي ليل ونهار لحد ما ألاقيها بالصدفة. تمام. وأنا بصلي لو مش بعد الركعات وأنا بصلي، هاجي في آخر ركعة بعد 4 ركعات هبقى مش عارف أنا صليت 2 ولا 5. فالاكتئاب بيؤثر على التركيز، وهو ده عشان كده الناس بتنسى، اللي بيجي لها اكتئاب بتنسى. طبعا مش كل اللي بينسى، كلنا لازم ننسى. لما يبقى النسيان ملح لدرجة ان انا اروح ادور على علاج للنسيان، هنا بقى ساعتها ممكن يكون الاكتئاب هو السبب. جميل. طيب دكتور، انا هذا السؤال يعني ما ادري اذا تقدر ترد عليه، او هو استفسار يعني من احد المستمعات، تقول صباح الخير انا عندي استفسار، من لما كنت حامل وانا احس بضيجة في صدري والنفس يقل عندي وصعوبة، واحاول 3 مرات واكثر عشان اطلع نفسي، ورحت كنت دكتور قصده يعني، وقال ما فيني شيء، وكل حد نصحني بدكتور نفسي، بس وين الاقي دكتور شاطر، وشو تفسير حالتي، ولدي كمل سنه وما زالت الضيجه فيني. تمام. هل هذا اكتئاب دكتور؟ من بعد الحمل. صح. في حاجه اسمه بوست بارتم سايكوزس، اللي هو اكتئاب ما بعد الحمل، وممكن الاكتئاب يظهر في صوره اعراض جسمانيه. صحيح. ودي احنا حتى نسينا نقولها، ان دي احد الاوجه في كبار السن، ان هو ممكن يشتكي بالام في الظهر والركب وجسمه كله بيوجعه وما فيش اي مرض. دي في كبار السن مشهوره جدا. صحيح. ودي برضو احد مظاهر الاكتئاب في الصغيرين، في البوست بارتم اللي هو بعد الولاده، او على فكره بيسوء مع كل حمل وولاده، يعني المره الجايه ده بقى اصعب. فالمفروض انها تعالجه كويس جدا. فدكاتره الامراض النفسيه كلهم، هنا بقى مش هتروح لدكتور مسنين، هنا هتروح لدكتور امراض نفسيه. كلهم عارفين القصه. وعلاجه سهل جدا وبيفرق طبعا. تمام. طيب هل يحتاج مريض الاكتئاب دكتور يعني بشكل عام، انا ما اتكلم عن كبار السن يعني، اسمح لي شوي بس بنزل الى الشباب، يعني احيانا الواحد لما يكون مكتئب، لان بالفعل مرض خطير، الواحد محتاج انه يركز يعني عليه بشكل كبير، لكن بغض النظر الان دكتور، هل يحتاج مريض الاكتئاب لبعض العلاجات العضوية؟ ممكن يكون عنده خلل عضوي في جسمه يؤدى إلى الاكتئاب هذا، أو هرمون معين طلع في الجسم يؤدي إلى الاكتئاب، أو في هرمون يخفض الاكتئاب. تمام. سؤال رائع. إحنا قبل ما بندي علاج للاكتئاب، لو أنا شاكك أن المريض مثلا عنده نقص في نشاط الغدة الدرقية، أو نقص في هرمونات الذكورة، أو في فترة انقطاع الطمس أو الحيض عند النساء، لازم ناخده هرمونات، لأن علاج الاكتئاب في الحاله دي ممكن ما يجيبش نتيجه. لان المشكله مش ان هو مكتئب والامور الثانيه سليمه. لو عنده نقص في نشاط هرمون الغده الدرقيه، مش هينفع اعالجه بدواء الاكتئاب، هيتعالج بهرمون الغده الدرقيه. لو التستوستيرون عنده قليل، مش هيخف الا بالتستوستيرون، وهكذا. الاستروجين والبروجسترون في السيدات مش هيتظبط الا بالهرمونات، وده كلام ثابت في الطب يعني. بالنسبه للادويه، اذا ساعات ممكن الدكتور يكتب دواء أو 2 أو 3 عشان أعالج الاكتئاب. ساعات بيكون الاكتئاب شديد جدا لدرجة نحتاج كهرباء، وهنا نقطة مهمة عايز أوضحها، وهي أن الكهرباء أحد الوسائل الآمنة جدا، وخصوصا في كبار السن. يعني يمكن تقول الكهرباء يا هدي الجدي كهرباء، ده أأمن مليون مرة من الأدوية. ليه بقى؟ أوكي. لأن زمان كانوا بيدوا الكهرباء من غير بنج. دلوقتي أنت بتبنج المريض كأنه داخل يعمل عملية، أوكي. وبتديله الجلسة ما بيحسش بأي حاجة، ويقوم من الجلسة
جلسه الثانيه الثالثه بتلاقيه بقى زي الفل الحمد لله من غير دواء. الدواء بقى كان هيقعد 3 4 اشهر عشان يجيب نتيجه، ده خلال اسبوع بيتحسن. طيب انا عشان انتقل لموضوع الزهايمر دكتور، بس باخذ اخر الرساله. السلام عليكم، عمري 40 سنه لكن ما ادري هل الدكتور الذي يتكلم في البرنامج صحيح، وانا احس بأن عندي اكتئاب وأنا صاير حساس جدا وأبكي دائما وأحس بأني وحيد وأحس يعني مقصرين معاي كاتب، أحس مقصر، أعتقد أن الناس اللي حواليه يقصد أن مقصرين معاه، شو ممكن نقول له؟ لو هو عمره 40 سنة هيروح لدكتور أمراض نفسية، بس مبدئيا كده هو عنده إشارات تشير أنه هو عنده اكتئاب. وفي نقطة مهمة برضو في الـ في الـ في الاكتئاب، إذا ما تعالجش الاكتئاب ممكن يوصلك لألزهايمر. أوكي. لأن الاكتئاب بيؤدي إلى انكماش حاجة اسمها الهيبوكامبس في البرين المسؤول عن الذاكرة. وكمان بيعتبر من ضمن عوامل الخطورة اللي بتجيب جلطة في القلب من غير، لو أنت ما عندكش سكر ولا ضغط ولا أي حاجة، الاكتئاب لوحده يجيب جلطة. والاكتئاب لوحده يجيب ألزهايمر، يؤهلك إنك يجيلك ألزهايمر. فالعلاج هنا أنت بتحاول تنقذ جسمك من مشاكل لا حصر لها. وبعدين هو يروح للدكتور أمراض نفسية بالكلام اللي هو بيقوله ده، سهل تشخيصه جدا جدا، والعلاج أأمن مليون مرة من أنك أنت لو ما تعالجتش. كفاية أن نوعية الحياة بتاعتك هتبقى حلوة، هتبقى صح. شاعر أنك سعيد، هيبقى عندك قدرة على الإنجاز والجرأة وهكذا. طيب دكتور، الآن خلنا نتحدث، يعني بما أن انتقلنا إلى مرض الزهايمر، ما نتحدث عن هذا المرض يا ترى في البداية. يعني أنا أتذكر شفت صورة دكتور لداء المرض، يعني مقارنة ما بين الدماغ الطبيعي وعند كبير السن ودماغ مريض بداء الزهايمر. تشوف الدماغ متآكل دكتور، يعني حجمه صغير وقاعد، يعني هاي الصورة يعني تخوف. تمام. فشو ممكن نعرف مرض الزهايمر بشكل عام وسريع، وأيضا ما هي أسبابه وأعراضه؟ تمام. الزهايمر ده أحد أنواع الخرف، ليس هو النوع الوحيد. بيتميز بأن الفص الصدغي من المخ اللي هو مسؤول عن الذاكرة، اللي هي المنطقة اللي اسمها الهيبوكامبس، بتتآكل، وكذلك المنطقة الأمامية في الفص الأمامي من المخ. هذه المناطق مسؤولة عن حاجة اسمها الوظائف المعرفية للإنسان. هنقولها بسرعة، الوظائف المعرفية هي الذاكرة، وبتمحى من القريب إلى البعيد، يعني الخمس دقائق لو لنيت مسحه، وبعدين ساعة وساعتين ثلاثة أربعة أيام شهور، لحد ما ينسى أنه تجوز وما يعرفش عياله. نحو. طبعا هيبقى مشكلة جامدة يعني. صحيح. ثانيا بيأثر على الديكشنري اللي هو القاموس اللغة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو بسمع فيلم اسباني وانا بعرفش اسباني، هسمع ناس بتقول الفاظ وانا مش فاهم اي كلام. القاموس بتاعه الام بيتمسح، يعني اللغه العربيه بتتمسح معانيها من دماغه، وبالتالي لو انا كلمته مش هيفهم الكلام اللي انا بقوله. وهو لما يحب يطلع الفاظ عشان يستخدمها يعبر عن افكاره، هيقول الفاظ مش موجوده في اللغه اصلا. صحيح. فانا مش هفهمه، فيبقى في هنا مشكله في التواصل، لا هو فاهمني ولا انا فاهمه. الحاجة الثالثة أن الخريطة بتاعت المكان بتروح بتتمسح، فلو حتى هو في مسجد جنب البيت متعود يطلع يصلي فيه، ممكن يروح وهو راجع مش عارف يرجع، أو هو رايح ممكن يتوه أو يفقد الخريطة. وبالتالي معظم مرضى الزهايمر بيتشخصوا في الشارع. يعني إيه الكلام ده؟ بيروح عند الشرطة، هي اللي بتلاقيه بيقعد يمشي 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 لحد ما يتعب ويقعد، فالناس بتشوف واحد قاعد في القاضي فتوديه الشرطه، يطلع هو في الاخر عنده الزهايمر. دي من العلامات الكبيره جدا في التشخيص. ثانيا بالنسبه للذاكره، مريض الزهايمر ما بيشتكيش انه بينسى، لانه بينسى انه بينسى فمش هيشتكي. صحيح. لكن اللي حواليه هم اللي بيلاحظوا ان هو بيكرر نفس الاسئله او بيحكي نفس القصه كذا مره. اتفضل. طيب دكتور، انا في بدايه البرنامج تحدثت عن ان في باحثين يطورون علاج المصابين بمرض الزهايمر، انا ابغى اخذ تعليقك على هذا الموضوع. يعني كان في عندهم ان وصلوا لمضاد حيوي اسمه ادوكا نو ماب، شغله كذا سموها، فقالوا ان ممكن ان هذا المضاد الحيوي يهاجم بروتينات الزهايمر في المخ ويضعف من تمام. قدراتها. تمام. شوف، هم في ادعاءات كثيره ظهرت بان الادويه، في ادويه طالعه جديد بتعالج الزهايمر، وفي فاكسين تطعيم ضد الزهايمر، وفي ما شفناش حاجه من الحاجات دي. اوكي، الدواء الجديد اللي هم بيقولوا عليه ده طريقه عمله مبشره بالخير.
شاء الله. إن هو ممكن يقضي على البروتينات الغير طبيعية اللي موجودة في مريض ألزهايمر، لكن ما أقدرش أقول آه ولا لا إلا بالتجربة. صحيح، هم نشروها في صحيفة علمية يعني اللي هي نتشي. لكن أنا عايز أقول حاجة طبيعية بالنسبة للناس اللي عندها، اللي خايفة يجي لها ألزهايمر. أي بالضبط. مش معنى إن أنا عندي جين ألزهايمر، هنفترض إن أنا عندي جين ألزهايمر، مش لازم يجي لي ألزهايمر. وممكن واحد ما يكونش عنده جين ألزهايمر ويجي له ألزهايمر. كويس. طب إيه الحكم هنا؟ إيه اللي بيحصل؟ الجين ده عامل زي المسدس اللي فيه طلقات. تمام. مش هالطلقات دي مش هتطلع لما حد يضرب. اوكي. فالجين نايم مش هيطلع تاثيره الا اما تحصل تغيرات. التغيرات دي ايه هي؟ ان انا اكل دهون من اللي بتفيد المخ، اوكي، زي الكوكونات اويل اللي هو زيت جوز الهند والسمنه البلدي، دي مهمه للمخ والبيض. دلوقتي الناس خايفه تاكل من الاحسن الكوليسترول يعلى. أيه. وهو ده سبب اللي جاب الزهايمر، مع ان السمنه البلدي والكوكونات اويل ما بيزودش الكوليسترول الضار. تمام. طيب اذا يعني انواع الزهايمر ممكن نقول في زهايمر عائلي اللي هو في الزهايمر وراثي في يعني زهايمر مبكر، وفي الزهايمر مبكر وفي زهايمر متاخر. صح. الالزهايمر بيطلع في عائلات بيجي لها الزهايمر بدري قوي، يعني 55 سنه ممكن تلاقي، وفي ما يجيش الا بعد 70 80 سنه، والريت بتاعه بيزيد كل ما العمر بيزيد. سبحان يعني الله. يعني اللي في الثمانينات عندهم الزهايمر اكتر من اللي في الستينات. طيب. تمام. أنا كشاب الآن دكتور، ما الذي يجب أن أفعله لكي أتفادى مثل هذه الأعراض الخاصة بالزهايمر والاكتئاب؟ تمام. قبل هذا دكتور في سؤال بس بعد، خلني أسأل هذا أذن جاوب عليه على السريع. هل نقص فيتامين دال يسبب الاكتئاب؟ لا. طيب شكرا، عشان ما نتوهش الناس. أي. الآن كشاب أنا شو اللي ممكن أسويه أساس أن أتفادى مثل هذه الأعراض والمسببات؟ تمام. لعب الرياضة مهم جدا للاثنين، للاكتئاب والألزهايمر. كي. ثانيا الأكل اللي بيحتوي على الدهون المشبعة. طبعا مش دهون مشبعة بكثافة، بس لو قلنا لو البني آدم خد معلقة كوكونات أويل وزيت جوز الهند الصبح وبالليل بتساعد على تنمية المخ. الامتناع عن السكر، لأن السكر هو الذي يفسد خلايا الذاكرة. يبقى الدهون المشبعة، الابتعاد عن السكر والخبز، مع ان شوف سبحان الله الناس بتاكل كل يوم خبز، مع ان الخبز ده من اضر المواد الغذائية نتيجة للمادة الجلوتين اللي فيه، اللي هي بتحفز جهاز المناعة انه يطلع مواد مناعية ممكن تخرب الغدة الدرقية وتعمل امراض مناعية اخرى. يا ما ناكل الخبز. يستحسن. شوف الناس كلها عندها مشكله في القمح، لو الناس اللي عندها مشكله في القمح عارفه ان قد ايه الخبز بيضر، هيبقى عندهم وفره في القمح. يبقى الابتعاد عن السكريات والخبز، ونرجع تاني ناكل السمنه البلدي زي من 100 سنه. 100 سنه ما كانش فيه الزهايمر، من 100 سنه ما كانش فيه الزهايمر زي دلوقتي. دلوقتي كل بيت فيه الزهايمر. ليه؟ لان الاشاعه اللي طلعت من 100 سنه في الخمسينات ان السمنه البلدي مضره وكل الزيوت النباتيه، الكلام ده طلع كله غلط للاسف. طيب دكتور أنا أبغي أسألك الحين سؤال. في بعض الأحيان أو شفنا نحن في العالم يعني بعض الناس اللي بدت حياتهم أصلا بعد 60 أو في 70، تو يخبرني فيصل يقول لي في شخص عمره 94 سنة ومحصل دكتوراه. يعني هذيل الأشخاص كيف ممكن نحن نعرف هذه الأشياء؟ شوف، في ناس بنسميهم كده ميتابوليكالي بليزد، يعني مباركين من حيث التمثيل الغذائي. كويس. هتلاقي الناس دي بتاكل اكل هيلسي، يعني اكل صح. ما بياكلوش بقى بيتزا وماكدونالد وبيشربوا بيبسي. هتلاقي حياتهم بياكلوا الاكل اللي كان الناس بتاكله زمان، وهتلاقيهم طالعين من اماكن فعلا عايشين على العيشه دي، مبتعدين عن الاكل الصناعي وبياكلوا الاكل اللي خلقه ربنا. سبحان الله، ربنا في ايه في القران انا مش متذكرها بالتفصيل، بيقول ان يعني لو كلتوا اللي انا منزله كلوا واشكروني. بس احنا للاسف ما بقناش ناكل اكل ربنا عامله، بناكل الاكل اللي احنا بنصنعه. تاني حاجه الرياضه، هتلاقي اكيد بيمارس الرياضه يوميا، يعني عامل نفسه لايف ستايل، هيلثي لايف ستايل. احنا لو عملنا هيلثي لايف ستايل هنقدر نعيش اعمار طويله وبصحه جيده وبدون امراض. طيب دكتور يعني الوقت عندي دقيقتين تقريبا، بخصصا حق يعني معلومات طيب مختصرة عن الاكتئاب، شو ممكن نقول يعني، وأيضا عن الزهايمر. تمام.
الاكتئاب زي ما قلنا في كبار السن لازم الأهل يتعرفوا على الأوجه السبعة تمانية اللي احنا قلناهم. نذكرهم فيها على السريع دكتور. تمام. اللي هو الحزن. الحزن والبكاء. الحزن والبكاء، الانعزالية، التراجع الحركي، العصبية المفرطة ولدرجة أذى الآخرين، الإحساس بالذنب المستمر، الكلام عن الموت بأي طريقة من الطرق، فقد الشهية، الشكوى بالنسيان، إن هو يكون بيشتكي إنه بينسى. أي واحد منهم دول تخليني لازم أفكر إن دي سبب الاكتئاب. طيب. بالنسبة للألزهايمر باختصار، مريض الألزهايمر بيقول لنا ما بيقولش إن هو بينسى، الأهل هم اللي بيلاحظوا إن هو بينسى لكن مش هو اللي بينسى. والعلاج لما بنبدأه بدري بيقلل معدل تدهور المرض، مش بيشفي المرض. عايز أقول إن في أمراض شبه ألزهايمر بتخف، اللي هي سببها نقص نشاط الغدة الدرقية ونقص فيتامين بي 12، وأحيانا بيكون في ورم في المخ أو خراج أو نزيف، ممكن ده من الحاجات اللي لو اتعالجت ممكن المرض يروح. جميل دكتور، نحن في مستشفى راشد أو في هيئة الصحة، شو الخدمات اللي نقدمها باختصار في هذا المجال؟ طيب، هيئة الصحة بتقدم خدمات للمسنين قوية جدا، بس يعني على مستوى العيادات تقريبا في كل عيادة في عيادة متخصصة لأمراض كبار السن. صحيح. مستشفى راشد فيها وحدة متخصصة لعلاج أمراض كبار السن، يعني المفروض كل مريض مسن بيدخل المستشفى لازم يعدي على طبيب المسنين، حتى لو الطبيب المعالج ليه ده بالقانون شايف ان هو مش محتاج طبيب المسنين. صحيح. احنا عملنا يعني اتفاقية داخل المستشفى ان ما فيش مريض مسن يدخل المستشفى الا لما يعدي عليه. ايضا اعتقد في عندنا بعض الزيارات اللي هي وفي زيارات منزليه قويه جدا. بالضبط. قويه جدا. يعني تطورت في السنتين ثلاثه اللي فاتوا تطور غير طبيعي. جميل جدا، بحيث انها بتغطي كميه كبيره من المسنين في البيوت. صحيح. ما شاء الله. هذه يعني من قطاع الرعايه الصحيه الاوليه. تمام. هي هو القطاع المعني بهذا الموضوع. وايضا هي الدكتورة امل بصراحه هي شايله الشيله الليله كلها، يعني بصراحه والله يعطيها العافيه. نحن ما نقول بس الدكتورة امل، كل الموجودين عندنا هناك، حتى هي اللي في وش المدفع، ملتقى العائله كذلك يقدم خدمات طبعا قويه في هذا المجال. عموما دكتور الحديث يعني وايد جميل وفي وايد مواضيع الواحد ممكن يتطرق لها، لكن للأسف الوقت قد أزف. لا نملك إلا نشكر الدكتور أحمد الفول أخصائي الطب وصحة المسنين ومكافحة الشيخوخة. شكرا لك دكتور. شكرا لك حبيبي. وأيضا كل الشكر للمنسق كان معنا اليوم فيصل بن فارس، والشكر الأكبر لمخرجنا محمد الصفار، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع حلقة جديدة متنوعة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.